بس انت لا اجي كده اهو. شنو احوالك؟ الحمد لله والله. مرحبا بيك فهد الشامي في تونس. وانت ساعه ديجا سيد توا تونسي، عندك 3 سنين في تونس. اكيد لي الشرف والله، بس صافي عم تعطوني الجنسيه يعني. تعبت برشا بالحق في البدايات، وممكن كان لي الشرف اني امنت بيه من البدايه. انا زميلتكم مريم شاكر، عندي مؤسسه اسمها افاك الفنون، هي اللي نظمت المحتوى هذايا. مرحبا بكم. فنان اسباب يكون مطرب وموسيقي، كان ايضا فنان وممثل، قام ب 15 مسلسل بأداء كوميدي ودرامي. مبروك عليك الالبوم الجديد. اعمل حسابك بيني وبينك ربي، انت عامل حسابك على شنو؟ والله عامل حسابي هلا لحب ادفع الفاتوره كلها ان شاء الله. متاع الجو والدنيا كل شيء والله. خلي معاك من ولداني من هلا لميت سنين، يبقى عيدك يا امي عيدي وعيد كل البومك. اعمل حسابك هلا هو ما عنده يعني ما عنده انه فكره من الاول انه نسميه هيك، ولكن احنا اشتغلنا مجموعه اعمال الالبوم اللي هن 4 اغاني انشغلوا بمصر مصريه. اسم الاربع الاغاني خلينا ندلل عليك شوي. ايه عنا اعمل حسابك، عنا بامر الله، عنا عشتي سعيد، عنا صحصح. نحن لقينا بهالالبوم هذا هي الغنية يلي هي فايشة عليهم يعني حلوة، حبينا نسمي هالألبوم باسم الغنية. أعمل حسابك. أعمل حساب. إن شاء الله ربي يقدر الخير لحسابي وحسابك. آمين يا رب، الحساب عند الله بالآخر. بيقول لي أبي ألبومك الثاني. الألبوم الثاني، الألبوم الأولاني اشتغلته بتونس مع الملحن ميلاد ملكي ومع المخرجة فاتن لوحي. تحية لهم، هما كلمات الأغاني ياسر مميزة. الأغنية اللي أنت ولدك ومرتك زادة نوجه لها تحية، ذكرني في اسمها. حتوتت قبل النوم. وزوجتك شو اسمها؟ اسمها لمياء. تحية ليك لمياء، جوزته جزائرية وهو سوري. كوكتيل رائع والعيشة في تونس. قال لي شو لم المغربي على الشامي؟ ولدكم لم. لا أنا غير تجربة صغيرة برك مع ولدي، صوتي مش حلو. تحية ليكم. قل لي به يعني كان نجيك كي فرصة باش تعمل ديو مع فنان تونسي، أني هو كي الفنانة كي اللي جاي على بالك؟ والله هذا السؤال حتى سألوني إياه بمصر يعني لسه ما عم فكر. أنا نوسة عزيزي يعني نجيب من مصر. إيه يعني أنا لسه ما عندي فكرة. يعني كين تجيك المشكلة أنا عندي خامات قاسية كثير، عرفتي كيف؟ يعني بدها اللي مقابلي بديه يكون مندمج مع صوته. اي لكن مش اوبليغاتوار يعني الفنان لازم يعمل يعني الديو مع الفنان، ولا الفيتشرينج لازم مع واحد يقرب له في الصوت. انا بحب وحده بزماني. اي فنانه صح. ما تنساش مرتك وراك، كمل الموضوع. لا مو بحبها انا حب يعني. أي. بحبها هلا بحبك انا يعني. انا بقصد بالمحبه انه مو بدي اتجوزك يعني. اي بحب فنانة بوجه لها تحية، صار لها زمان ما حكيت معها مني ومشتاق لها كثير، اللي هي اسمها سوزان. تونسية؟ مش تونسية؟ تونسية مس فاقس. ايه عندها صوت حلو كثير. فنانة. ايه. يعني أنت كان تخمم في ديو تمشي لسوزان. بنحكي مع سوزان. ايه. فيقي يا مدام، ظل الماء يجري تحت ساقيك. حسك يا بيبي. Oh, yeah.
تكتب ولا تغني كهو؟ عندك على الكتابة؟ أنا بكتب وبغني وبلحن. بسم الله ما شاء الله، نقوله نحن فنان متكامل. الحمد لله من فضل ربي. بكلمة لجمهورك اللي تبع فيك، وين ينجموا يلقاوك، وين ينجموا يسمعوك؟ هلا الألبوم منشور على فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. الاسم؟ اسم اليوتيوب، اسم الإنستغرام، أعطينا باش لعبة. الكل فهد الشامي. كله فهد الشامي. أنا بقول لهم إنه أنا موقع مع شركة إيفيز للديجيتال، شركة عالمية، هي اللي عم تنشر لي أغنية. بالنسبة لألبوم أعمل حسابك، هلا نشروا لنا غنية اسمها سحر التقطيع، وكل عشرة أيام رح ينزلوا غنية. أنا موقع عقد معهم لمدة شهرين شهرين وشوي، بينزل الألبوم كله. هذا الألبوم رح تسمعوه على رنات التليفون، رح تسمعوه بأي موقع بتفوتوه، يعني أنغامي، رناتي، وين ما دخلتي رح تلاقي فهد الشام. به ساعة راديو بازار يقول لك دللنا بغنية خاصة لنا نحن، مش الجمهور اللي كنت تغني له، وزيد نوسع قدامك. أعطيني غنية ماذا بيا رومانسية فيها برشا حب وعطاء. دي على قلبي. مرتك بجنبنا، ريت القوة وين ومرتك بجنبنا. بقول لي حبيتك وحبيتيني، رحتي وما عادت حكي، بدي أفهم شو اللي صار، بدي أفهم شو اللي صار، حتى قلبك لف ودار، حبي انتي وين ما كنتي، انتي الحنان والأمان، بدي أعرف منك انتي، بدي أفهم شو اللي صار، بدي أفهم شو اللي صار وفي الحوار. انتي الحب اللي خلاني امسح دمعاتي واحزاني، انت الحب اللي خلاني امسح دمعاتي واحزاني، انت سلطانة زماني، انت يا قمر الزمان. هاي الغنية لسه ما نزلت يعني، في بازار راديو تلقاها. عم نشتغلها هلا انا والاستاذ الملحن ميلاد ملكي، ان شاء الله قريبا شي اسبوع حتلاقوها موجوده على التواصل الاجتماعي. شكرا ونورتني وفرحانه بالحوار معك. شكرا. منين الكلام في ناس تيبك